السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو انت عندك النظارة بتاعت الكويست ميتا كويست، طيب محتاجين نبدأ بإيه؟ أول حاجة ممكن تبدأ بيها عشان تفهم كل حاجة صح، تبدأ بفيرست ستيب اوف كويست 2. تمام، ده برنامج الميتا عاملاه عشان تتعلم ازاي تشتغل على الفيرتشوال رياليتي وتتفاعل معاها وهكذا. تمام، شايف الجرافيكس؟ ده الشعار اهوت بتاع النضارة، على فكرة هي أرخص نظارة يعتبر. يعني أي دراعات اهي، هيبدأ بقى يشرح لنا كل الزراير بحيث إن إحنا نقدر نتعامل فيه After this tutorial, you'll be ready to explore. إزاي It's time to learn about your Oculus Touch controllers. Now, try pressing all of the glowing buttons with your thumbs. Try moving the thumbsticks around. The thumbsticks can also be pressed like buttons. Next, use your index fingers to squeeze the triggers on your controllers. Locate the grip buttons and squeeze them with your middle fingers. Now let's see what your virtual hands can do. دلوقتي الايد هي اللي ظهرت. To make a fist, squeeze the grip with your middle finger and hold it down. بيقولك الزرار دوت. To point, keep squeezing the grip and just lift your index finger. تمام، اللي هو الزرار ده. Now use your index finger to push the button in front of you. بيقولك تدوس على الزرار اللي تحت. To pick up an object, squeeze and hold the grip button with your middle finger. Release the grip button to drop it. Your virtual hands can do just about anything. Go ahead, play with some of these items. ودي مثلا اهي، ودي اهي. تمام، والطيارات ديت. ممكن تلعب بقى ايه، في حد بيجون تاني ما تقلقوش. Looks like you're getting the hang of it. Here's a few more to try. تمام، وده الريموت اهوت عشان نتحكم بقى في ايه. انا بدوس لفوق ولتحت، بتحكم في الطياره اللي فوق دي. تمام، وجابوا لنا صواريخ اهو. فحتى ممكن تستخدمها كرياضه، بس تلعب الالعاب ايه، في كام لعبه كده كانوا حلوين، كان بيخليك تلعب انت بتحرك بايديك وتصد كور وبتاع. Insert a cartridge into the console. طب دي بقى بتلعب ازاي؟ فدي احسن حاجه ان انت بتبدا تفهم بقى القصه عامله ازاي. هو بقى بيبدا يشرح كل حاجه. وهدي كده، انا زرع كده، الزرار اللي في النص هو اللي بيخليك ايه تمسك الحاجة. ايه يا عم هتتخانق ولا ايه؟ انت جاي تعمل ايه؟ هنا هنا هنا، تعالى لي. Thank you.
بيقول لي هو حرك ايديك. طب هات ايديك التاني بقى. بيقول لي بطل جدا. شكرا 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 شكرا. خلاص بقى عايزين نخش على اللي بعد. لا كفايه كده. شوف بقى نروح لمرحلة تاني. When you're ready to explore another virtual world, insert the cartridge into the console. ده في شوية فيديو كتير اهي. الفوق دي ممكن متلاقيش في كل حتة، دي عبارة عن مشيت انا كام خطوة. ماشي. طب لا انا عايز دي. يلا جاهزين. اضرب ايه طيب انا مش عارف. السكور هو حلو. بقى الموضوع بقى اصعب. اللي بعده عملنا سكور عالي. تمام عايزين نلعب اللعبة دي ولا نكمل؟ ده كفاية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. When you are ready to leave this tutorial, insert the exit cartridge. بص. You've got the basics down. Time to explore all that VR has to offer. Have fun. بس كده كفايه كده.